اذا فقت الصبح من النوم ومرتك ما قالت لك صباح الخير ولا قالت لك بونجور، بلش قالت لك جيب لي معك بيض وجيب لي خضره ومروح عند فلان ومروح عند فلان وما تنسى تمر عند الدكانجي ونزل على السوبر ماركت، كل هو ورا بعضهم بدون صباح الخير. عادي ما معه نفس الخبرية كل يوم كل يوم كل يوم. ايه انت بتجيب الاغراض اكيد. طيب وبتعمل لك طبخه اللي بدك اياها اكيد. يعني في شيء بمقابل شيء اكيد. يعني هلا يعني كل حياة اخذ وعطى. ليك برايك كلهم بنقوا هيك؟ كل النسوان الصبح بنقوا؟ لا يا زلم، لا عم بحكي عن الصبح انا كل الوقت. هي صبح بس سمعت تقول لك حبيب ميرسي كثير حبيبي. اذا فائت مدامتك الصبح من النوم وما قلت لك صباح الخير دغري فائت ليك، انت وظاهر مروح عند الدكانجي جيب الاغراض معك، انت وراجع مروح عند الخياط جيب لي التياب معك، انت وراجع مروح على الفرن جيب الخبزات معك، يا ترى برايك عادي؟ ايه عادي. هذا شو بسموه؟ انه اشياء لازم تجيبها على البيت. كل يوم نفس الاسطوانه شو بكون نكد ولا نق ولا شو؟ لا والله. شو؟ حقها. خايفه منها؟ لا ابدا. بس انه هاو اشياء انا بعملهم بلا ما هي تقول لي. اوكي بس انه وقت كل يوم هيك بتقوم قال هلا ليك ما في احلى منها، بس بكره بس كل النسوان هيك بس يناموا ويفيقوا. بيني وبينك كلهم بينقوا نسوان. يا عن جد بدي لك تيكو ما دام نحن حبينا نسال لحتى نعود المراه انه خلص قوم الصبح بونجور بونجور نص كفه ايه وقولي له اليوم احلى غدا بدي اعمل لك واحلى احلى حلو بدي اعمل لك. والله خليك حبيبي بالقلب حبيبي ان شاء الله دق. ميرسي ميرسي. اذا فقت الصبح من النوم ومرتك لا صباح الخير ولا بونجور ولا شيء، ليك مروح عند الدكانجي جيب لي الاغراض، مروح عند الخياط خليه يعطيك التياب، مروح عند طاول البرادي قول له يجي يفك البرادي، كل يوم نفس الاسطوانه، برايك كيف بنحلها معه؟ اصلا ما عندي مره انا عايش لحالي. هيك احلى؟ ايه طبعا احلى. عن جد؟ عن جد. مرتاح اكثر؟ مرتاح كثير. مرتاح كثير. يعني انت بتنصح العزبيه شو؟ طبعا بنصحهم ما يتجوزوا. اها. لانك شكلك هذا النكد ما بتحبه. ما بحبه ابدا. بتحب النكد؟ ابدا ابدا. بتعرفوا النكديه كثير؟ ابدا. هن بنقوا كثير 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 بنقوا بنقوا كثير ولا اصعب منهم ولو بده وبده 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 كل شيء بده. صح كل شيء بده. انا بعرفهم. واذا ما قادر تجيب لها شيء ايه. طلقني. لا بتشوف غيرك. اوه كثير تقول لك كيف. ميرسي كثير. اذا فقت الصبح من النوم ومدامتك ما قلت لك لا بونجور ولا صباح الخير، قلت لك ليك بروح عند الدكان جيب الاغراض، بروح عند الخياط جيب لي تياب معك، بروح عند طاول براضي قل له مدامتي جمعه جاي بدها اياك تفك لها البراضي، بروح عند طاول غسالات قل له الغساله واقفه مثل العاده. برايك بقرب منها هيك وقل لها يسعدني هالصباح وببوسها بلا بامرك. متاكد؟ هي عاده ما بتنقي وهذا منه نكد. هلا لك مرتي ما بتنق صراحه مش انا حد ثاني عرفت كيف بس بعمل هيك شو ما تقول لي بدي واعمل لي بقول لها بامرك وبوسه انا لو ما صبحتني. هلا مرتي الشاي بس ما تكون معه تسالني نفس السؤال عرفت علي كيف. هلا هي معي. فهمت عليك. اوكي فهمت عليك. معك هلا ما فينا نحكي شيء صح؟ ما فينا هلا بامرك حبيبتي انت. هلا بامرك يعني مره جاي ما فيش خلقنا نفتح قلوبنا لبعض مرة الجاي انا وياك. سمعته؟ نعمل حلقة كاملة. شفت انه الرجال انا بحس فيه شفته من موجوع من القلب من جوا موجوع الرجال انا بعرف بس ما بفش خلو الا لقلب. بس ليك صراحة مرتين ما في منا يا حبيب لا بتنق ولا شيء الحمد لله يا حبيب الله يرزق كل واحد عزابة بنت يا حبيب قلبي. اي والله هيدي لا هيدي الصراحة ايه ما بكذب عليكم بس في حكي لما اقعد انا وحسن بحلقة لحال انا وياه. تنقول لك ويلكم حبيبي. اذا فقت الصبح من النوم ومرتك لا صباح الخير ولا شيء هيك مثل ما عم خبرك مثل كل النسوان بفيقوا ليك مروح عند الدكان جيب الاغراض مروح عند الخياط قول له يعطيك التياب قول له لتعول براضي يجي جمعه جاي لعنا ما هيدي كل النسوان هيك كل يوم نفس الاسطوانه ليك شو طالع بالك تاكل اليوم لاعمل لك اكل هيدي كل يوم هالسؤال شو يا محمد سمعتهاش معلم هيدي اذا ورا النقه مع نقه كل نقه بنقه ما في مزه هو كل يوم شو عاملين اكل شو بدنا نعمل اكل شو ما بعرف شو بعرف وبتحتار هي مش عارفين ايش بدي اعمل لك كون براد مليان بسلق لك بطاطا وبيض وبعمل لك خضره معه كون براد مليان بكون مليان شو بدنا نعمل اكل ليك هن بيتحاولوا ما لهم خلق خلص صح خلق عمالهم خلق يعني عمالهم خلق عمالهم تقول لك اذا فقت من النوم الصبح
عادة المرة شو بتقول لك؟ يا بونجور يا صباح الخير، صح كلامي؟ 100%. طيب إذا فقت بلشت قالت لك مروق على الدكانة جيب الخضريات، مروق عند الخياط قل له الخياطة لمرتي خالصين، أنت ورجع مروق عند طاعون البرادة، لك ما تنسى شوف طاعون مصلح الغسالة، كيف بتحلها؟ فبحلها أول شيء بقول لها الله يلعنك على الصباح. أوف شو بتقول لها؟ الله يلعنك على الصباح. أه أه وبسكر الخط بوجهها. ما لا هي مرتك بالبيت؟ هي مرتي بالبيت، بقوم فل بضهر مع أصحابي. بتفل 100%. ما بتطلق ما بتتركها؟ لا ما بترك عشان كل النسوان بنقوا. معني لو ما بحبها ما تجوزتها. ايوه فبدنا نتحمل نقد النسوان. ابغاك تتحملوا. شو بدك تعمل؟ الا هيك الا رح اتحمل كرامة حبي لإلك. اكيد ما في داعي اقول، هي بتعرف هي بتعرف. الا بشرفك. لا اتحمل كرامة حبي لإلك. يا باي شو كبير. طيب لك خليني اقول لكم شغلة واحدة بس، أول شغلة أنا مرتي بتفيق بتقول لي بونجور، بتفيق بتقول لي صباح الخير. بس انطروا بس أنا أظهر من البيت شو بتعمل؟ بتبلش ليك شو طالع عبالك تاكل، ليك شو بدك جيب خضره معك، ليك مروح عند فلان، ولك بكلكم نفس العجينه ونفس العجنه كلياتكم، ولكلكم النسوان نكديه وبتنقوا حل عني يا كبير. ليك اذا بعد بدي طلقها.